ننتقل الآن مشاهدينا لفقرة الاستضافة ومعنا الفنان عبد الرحمن منتظر. مرحبا بك معنا فناننا عبد الرحمن. مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. بداية أسئلة اعتيادية، أولها كيف تحب أن تصف نفسك وتعبر عنها بكلماتك؟ عبد الرحمن برضو اسمي، هو صفتي اللي أفتخر بها للغاية. عبد الرحمن، نعم، حدثنا قليلا عن نفسك، نبذة عنك، ما هي أهم أعمالك، ما هي أقربها إلى قلبك؟ بالنسبة للأعمال في بعضها مشهورة ومغمورة. بنتحدث عن المشهورة وأكثرها اللي هي الثورية والسياسية، وخاصة الساخرة مثل مارو الحوثي مالو بلادي هلو مهليش، دمبوعة، مؤخرا ملعانة، زي كده. نعم، يعني معظم أعمالك كما سمعنا هي من كلماتك أنت. حدثنا يعني كيف تخطر لك هذه الكلمات، وبالتالي كيف تنسقها، كيف ترتبها، وكيف تؤديها؟ بالنسبة كيف تخطر، يعني لو كان لكتابة الشعر طريقة معينة ومعروفة لتعلمها جميع الناس، نعم، لكن الشعر أساسا هو موهبة، واللي جميل، يخليني أكتب اللي يخلي أي شاعر يكتب المعاناة، الواجب، الحاجة، الرغبة، المشاعر بأنواعها. نعم. لو ننتقل الآن لسماع مقطع من أغنيتك الجديدة المسماة ملعانة، ونرجع نواصل معك بقية الأسئلة. نستاهل نستاهل نصرنا المبين الكامل، لو كلنا صافي مناضل، ونستاهل لخلطنا الحق بالباطل، نستاهل لخلطنا الحق بالباطل، يا شعبنا زيدوا زمان، زي شعبنا زيدو تناهي دو بيدو، كل ثورتك بلا رؤية بكل نية بنص حقك، لكن ولا معشي وغيرك منك نشا ورا نشا، أنت ممنوع تطير وتمشي، ولا متاش تجلس تشاهد الدبشة، قالوا سعيد وقالوا غنى، نشتري طعم نتهنى، يا منا مالي شي يا ابنا وكملنا، لبتانا لبتانا نجلس فقر وبحزانا، واليمن نعم مليانا، لبتانا يا حزب عمر يا مفضانا، لبتانا ملعانا يا ملعانا. لاحظنا عبد الرحمن أنك من خلال أغانيك تتمتع بقدر كبير من الحماس، لو سألتك من أين تستمد هذا الحماس؟ من الطموح اللي أتمناه للشعب ولليمن، ومن الواقع اللي نشوفه. نعم، جميل. هو اللي يستفزنا ويستنهضنا للحماس هذا. نعم، إذا سألتك عن يعني أكثر حدث تشعر أنه غير حياتك كفنان وإنسان؟ أكيد الحب. الحب، نعم، جميل. هو عادة اللي يرشدنا، عادة الحب هو اللي يصنع تحولاتي وارتقاءاتي. طبعا الحب بمفهومه الأوسع، مش المقتصر على بعض العلاقات وإن كانت داخلة فيه. نعم، هناك سؤال، لماذا تختفي لفترات طويلة عن أي ظهور فني؟ هو الفترة الأخيرة اللي هو تقريبا أكثر من سنتين، السبب إنه شفت إنه لازم أنضج أكثر، يعني سياسيا وثوريا، فكان ضرورة النضوج هو اللي خلينا أهدى شوية وأركز أكثر وأشوف إحنا رايحين لفين، لأنه
شفنا انه احنا بنفس الدوامه من زمان، نفس المجرمين، نفس السرق، نفس الخونه، نفس الفاشلين. فلازم نفكر بطريقه جديده، يعني لن نكون اداه بيد طرف. نعم، يعني انت تؤمن ان هذا الفن رساله لتغيير الواقع الذي لا ترضى عنه؟ اكيد، إن لم تكن هذه رسالة وواجب الفن فماذا تكون الرسالة؟ نعم، جميل. هل هناك داعمين لك سواء ماديا أو معنويا، أم أن جميع أعمالك هي دعم ذاتي منك؟ لا، دعم ذاتي إنسي تماما، لست غنيا. بالنسبة لأعمالنا احنا ما نعتمدش أفكار تنفيذية تحتاج ميزانية ضخمة وعالية، هذا نتجنبه تماماً، ونحرص أول شيء على قوة الرسالة وأهميتها وبساطة العرض. وبرضو معي أصدقاء رائعين جداً هم سندي الحقيقي دائماً بأي إنتاج. نعم، وأحياناً نبحث عن دعم إذا اضطرينا نبحث عنه. شكراً لأصدقائي وشكراً للي يدعمونا. رائع. أنت تغني منذ مدة طويلة، إذا سألتك عن مستوى رضاك عن نجاح أغانيك وهل حققت الهدف المنشود منها؟ إذا تقصدي بالنجاح الانتشار فالحمد لله، والأغاني انتشرت وانتشرت جدا بين الصغار والكبار والذكور. نعم، وسألتك أيضا عن مدى رضاك أنت بهذا النجاح الذي حققته. قلت لك إذا تقصدي بالنجاح الانتشار انتشرت، لكن إذا اللي هو النجاح اللي هو التأثير وصناعة الحلم المنشود لا عاده، وهذا إذا حصل هو اللي بيخلينا أرضى عن وأقول إنه يعني إن الأغاني نجحت والحمد لله. نعم، بخصوص الانتشار ومدى وصول أغانيك للناس، هل تعتقد أو هل يتعرف الجمهور عليك من خلال رؤيتك مباشرة؟ هل تعتقد أنك من الشخصيات المشهورة في المجتمع اليمني؟ يعني بعض الشهرة، الأغاني مشهورة أكثر من اللي غناها. نعم، بالتالي ما هي الرسائل التي تهدف وتريد إيصالها من وراء أعمالك، وهل نجحت بالتالي في توصيلها برأيك؟ الرسالة هي توجيه، أكيد توجيه الشعب، توجيه المجتمع لما فيه مصلحته، هذا الرسالة الأهم. نشوف اللحظة اللي يعيشها الشعب والمجتمع، نحاول نواكب هذه المرحلة، أو أحياناً نصنع اللحظة نفسها نصنعها بالفن. هذه أهم الرسائل، وإن كانت يعني مش واحدة لكن أهمها. إذا يعني الناس كانوا يسألون كيف يستطيعون متابعتك، من خلال أي المواقع الأكثر التي تستخدمها؟ حالياً فيسبوك أكثر، أستخدم أكثر شيء فيسبوك. نعم، وهل هناك أعمال جديدة غير أغنية ملعانة يعني تعمل على تصديرها للناس؟ إن شاء الله. الأفكار معنا أفكار مرشفة كثير، كلمات وألحان وأفكار سيناريوهات. أكثر ما يقنا اللي هو الآن حاليا اللي هو الدعم، لكن كأفكار ككلمات ألحان في حاجة كثير، وإن شاء الله قريب حتى بنجتهد أنا وأصدقائي أيضا أن ننتج أشياء جديدة. نعم، نتمنى لك دوام التوفيق. وأخيرا لو تسمعنا بصوتك مقطع من أي أغنية لك تفضلها؟ أغنية مثلا بنغني المقطع الأول من مار الحوثي ماله. أو مال الحوثي ماله ينسى اللي لنا قاله، كان يقول أنا هم بلادي وراحم للشعب حاله،
واليوم يرعب ويقتل في كل شارع ومنزل ولا شيء إلا وشاله والله كذا ما يطول وماله الحوثي ماله ينسى اللي لنا قاله كان يقول أنا هم بلادي وراحم للشعب حاله واليوم يرعب ويقتل في كل شارع ومنزل ولا شيء إلا وشاله والله كذا ما يطول. شكرا لك جزيل الشكر عبد الرحمن منتظر ضيفنا لهذه الحلقة. مشاهدينا الكرام انتهى وقت حلقتنا لهذا الأسبوع، ننتظر تفاعلكم معنا في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا لكم، تحياتي أنا نضال الشبان وكافة طاقم العمل، إلى اللقاء.